أول محاضرة تعويضية، ثاني محاضرة هنقررين اليوم محاضرتين، إذا كانت الأمور كما يجب نعطي المحاضرة الثانية، يعني إذا ما تعبتوا بنكمل بالمحاضرة الثانية. نحن المحاضرة اليوم هي آخر محاضرة بالمقرر كفصل من فصول مقرر، آخر محاضرة راح نخصص آخر محاضرتين لحل تمارين تدريبية، يعني المحاضرة 13 و14 راح تكون لحل تمارين تدريبية شاملة عن المقرر والرد على استفساراتكم في حال وجود أي استفسار عن المقرر. ممكن نخلي الاستفسارات أيضا للمحاضرة الأخيرة غير هاي المحاضرة، في عنا محاضرتين، ممكن نعطي المحاضرة 13 بعدها المحاضرة مباشرة، وراح أسر لكم طبعا وقت المحاضرة ما راح أخلي لكم إياها تتجاوز إن شاء الله خلال 45 دقيقة ننهي كل محاضرة. كملت السلايدات يا أريج؟ لأي سلايد بعثت لكم إياهم كاملين؟ السلايدات أنا بتذكر بعثتهم كاملين للمحاضرة 14. لأي محاضرة؟ لأي محاضرة وصلوكم؟ المحاضرات قدامكم؟ أنا بتذكر بعثتهم كاملين بالكامل الأسبوع الماضي، بعثنا كامل المحاضرات. تأكدوا من إيميلاتكم بعد إذنكم، تأكدوا من إيميلاتكم. اوكي، نحن اليوم راح نتابع بالاوراق التجارية. حكينا المحاضرة الماضية عن الاوراق التجارية، حكينا عن انواع الاوراق التجارية، قلنا هي عبارة عن الكمبيالي والسند والشك، الشكات، وركزنا على موضوع الكمبيالي والسند، وقلنا الكمبيالي، نعم يا اريج، لا بعدهم انا بعثت محاضرات، انا بعد المحاضرة السادسة بعثت محاضرات. اوكي، 1 2 4 6 فقط، كمان 2 1 2 4 6. طيب اوكي، يعني ناقصكم هلأ 3 و5 وكمالة المحاضرات بعد 6، 3 و5 وكمالة المحاضرات بعد 6. اوكي، رح احط ملاحظة، بالنسبة للعلامات، بالنسبة للعلامات لساتني عم اعطي محاضرات بصراحة، يعني عندي ضغط محاضرات، ان شاء الله خلال
فترة قصيرة رح أحاول بلش بالعلامات وأعلنكم النتائج مباشرة، يعني إن شاء الله خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إن شاء الله رح تكون النتائج بين إيديكم. اعذروني للتأخير. إذا برجع بنتابع، ذكرنا أن الأوراق التجارية تتكون من الكمبيالي والسند الأذني، وأن الكمبيالي هي عبارة عن علاقة بين ثلاث أطراف، الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، ويمكن أن يكون الساحب هو نفسه المستفيد. وذكرنا أن الكمبيالي هي عبارة عن أمر من الساحب، يكتبه الساحب يتعهد بموجبه المسحوب عليه انه يسدد قيمة المبلغ. اذا هو امر كتابي، الكمبيالي ذكرنا هي امر كتابي. اما السند اذا الكمبيالي هي امر كتابي يحرره الساحب، اما السند هو تعهد كتابي يحرره المسحوب عليه. السند هي مو نفس الكمبيالي، لا، من ناحية المعاملة يا أريج، الكمبيالي هي أمر يحرره الساحب، السند هو تعهد يحرره المسحوب عليه. أوكي، يحرره المسحوب عليه، تمام. تماما تماما يا أريج، تمام. أما السند فهي العلاقة بين الدائن أو البائع اللي هو المستفيد والمسحوب عليه. وذكرنا من أهم أنواع الأوراق التجارية هي أوراق القبض وأوراق الدفع، وتعرفنا على أوراق القبض وأوراق الدفع، وقلنا أن أوراق القبض هي العلاقة، هون عندنا المورد فقط للتذكير بأهم النقاط التي وردت خلال المحاضرة الماضية، التاجر ومن ثم الزبون. التاجر يشتري من المورد بموجب ورق الدفع، أوراق دفع. أما التاجر يبيع إلى الزبون بموجب أوراق قبض. برافو عليكم. وتعلمنا القيود اليومية المتعلقة بتحرير أوراق القبض وأوراق الدفع، ومن ثم تحصيل أوراق القبض وأوراق الدفع. إذا بالنسبة لأوراق القبض، تذكرة سريعة، في حال إثبات أوراق القبض رح نتناول معالج المحاسبي أو تناولناها المحاضرة الماضية، من حيث إثبات أوراق القبض، من حيث تحصيل أوراق القبض وتجهير أوراق القبض، وأخيرا رح نتعرف اليوم أيضا حسم أوراق القبض. إذا تجهير أوراق القبض وحسم أوراق القبض أو خصم أوراق القبض، في حال تم البيع بورقة قبض راح يكون بشكل مباشر من حساب أوراق القبض إلى المبيعات، وحين تحصيل ورقة قبض بيكون القيد من حساب الصندوق أو المصرف حسب الحال إلى حساب أوراق القبض. إذن احتمالات التصرف بأوراق القبض هي أول شيء الاحتفاظ. نعم يا أريج، في حال، شكرا لسؤالك أريج، بدي أرجع أوضح نقطة حكيت عنها المحاضرة الماضية. في حال تم البيع على الحساب وليكن بتاريخ 1/1، تم البيع على الحساب نكتب من حساب المدينين إلى المبيعات.
وبفرض 5-1 تم تسديد قيمة البضاعة من قبل المدينين بموجب ورقة قبض، رح يكون القيد من حساب أوراق قبض إلى المدينون. أما إذا تمت العملية بنفس التاريخ، مثلا إذا قلنا في 1-1 تم بيع بضاعة الحساب إلى المدينون وتم مباشرة تحرير ورقة قبض بقيمة البضاعة، بهالحالة ما في داعي وصف حساب المدينين لأنه بنفس التاريخ. أما إذا تمت عملية البيع على الحساب بتاريخ وعملية تسديد بورقة قبض بتاريخ، لازم نفصل اللقيدين. أما نحن هون عم نفترض بمثالنا أو بقيد اليومية من حساب أوراق القبض إلى المبيعات، يعني مباشرة تم تسديد قيمة المبيعات بورقة قبض. واضح؟ هون إثبات القيد هو إثبات أوراق القبض. إذا ذكرنا أنه حالات، 4 حالات أساسية للتصرف بأوراق القبض. أولا قلنا الاحتفاظ بالورقة حتى تاريخ الاستحقاق. 2 التحصيل بواسطة المصرف. 3 خصم الورقة لدى المصرف. 4 تصدير الورقة إلى الغير. رح نستعيد بشكل سريع حالات التصرف بأوراق القبض. ذكرنا هذا المثال، الاحتفاظ بورقة القبض حتى تاريخ الاستحقاق. إجا تاريخ الاستحقاق، إجا الزبون، سدد قيمة ورقة القبض، شغلتنا بسيطة، من حساب النقدية إلى أوراق القبض. اثنين التحصيل بواسطة المصرف. عندنا ورقة قبض أرسلناها إلى المصرف للتحصيل عند إرسال ورقة القبض للتحصيل صار اسمها أوراق قبض برسم التحصيل. بيكون القيد في تاريخ إرسال الورقة من حساب أوراق القبض برسم التحصيل إلى أوراق القبض. وحين تحصيل ورقة القبض المصرف بياخذ عمولة، رح يكون القيد اولا الى حساب اوراق قبض برسم التحصيل. والمبلغ فرضا 50,000 ومن المذكورين تم تحصيله عن طريق المصرف، الا انه المصرف بياخذ عمولة اسمها عمولة تحصيل. عمولة تحصيل فرضا اخذ عمولة 500 ليرة، على فرض انه 500 ليرة عمولة، صفي ما دخل فعلا الى حساب الشركة في حسابها المصرفي هو فقط 49,500. تماما، برافو يا عريج. إذن من المذكورين حساب المصرف، من حساب مصاريف التحصيل إلى حساب أوراق قبض برسم التحصيل. هاي في حال التحصيل عن طريق المصرف بتاريخ الاستحقاق. حسم أوراق القبض. تعريف حسم أوراق القبض هو الحصول على قيمتها الحالية قبل فترة استحقاقها، يعني ورقة قبض تستحق بعد 2 شهر. الشركة اضطرت بدها سيولة، بتقوم شو بتساوي؟ تبعت للمصرف بتقول له يا ريت تعطيني قيمة ورقة القبض بشكل فوري. بقوم المصرف بقول لها تكرمي يا شركة كونه هي العميل تبعه،
بيعطيها قيمة الورقة محسوما منها عمولة اسمها عمولة بنسميها الأجيو أو مصروف الأجيو أو عمولة خصم أوراق القبض لدى المصرف. مثل ما ذكرنا قد تحتاج الشركة لأموال سائلة، بدها سيولة نقدية، من دا ممكن يكون عندها مشاكل سيولة، لذلك قد تحتاج إلى سيولة وعندها أوراق قبض. تقوم الشركة بخصم أو قطع أو بيع الورقة لأحد المصارف، تعطيه الورقة، بقوم المصرف بيسلمها قيمة الورقة فورا مقابل بعد حسم عمولة اسمها عمولة حسم أوراق القبض، تسمى أيضا عمولة الآجيو أو مصاريف الآجيو. طيب ممكن المصرف أخذ ورقة القبض، دفع قيمتها للشركة بعد ما حسم عمولة الحسم خصم ورقة القبض، اجى تاريخ الاستحقاق بعتها للزبون، قام الزبون قصر وبارضي يدفع. بهالحالة ممكن للمصرف يرجع للشركة الأساسية اللي بعته ورقة القبض ويبلغها انه هاد الزبون امتنع عن تسديد قيمة ورقة القبض، لذلك مضطرة الشركة بهالحالة انه تحل الاشكال ما بين المصرف والزبون الذي حرر ورقة القبض. يعني ما فيها تقول انه والله ما دخلني، انا بعتك الورقة وخلاص وقبضت حقها، لا، قانونا يجوز للمصرف الرجوع الى الشركة من اجل في حال امتناع المدين عن السداد في تاريخ الاستحقاق. كيف بتنحسب قيمة الورقة؟ قلنا المصرف بياخد عمولة او مصاريف، اذا القيمة الحالية للورقة اللي بدها تحصل عليها الشركة مباشرة هي عبارة عن القيمة الاسمية. ما المقصود بالقيمة الاسمية؟ القيمة الاسمية بتتذكروا كنا نقول ادفع لأمر فلان أو أتعهد بتسديد مبلغ كذا. القيمة الإسمية هي قيمة الدين الأساسي، قيمة أو خلينا نقول الورقة الأساسية. القيمة الحالية هي قيمة الورقة التي ستحصل عليها الشركة. بعد حسم العمولة للمصرف. جينا لعمولة المصرف أو مصاريف الخصم. مصاريف الخصم هي عبارة عن القيمة الإسمية أي قيمة الورقة الأساسية أو قيمة الدين ضرب معدل الخصم لدى المصرف. كل مصارف عندها عمولة الخصم محددة بمعدل معين، إذا تضرب القيمة الإسمية الورقة ضرب معدل الخصم ضرب المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. فرضا الورقة تستحق بواحد ثلاثة، تم خصمها بواحد واحد، بالحال المدة
قديش المدة؟ شهرين، ما هيك؟ طيب إذا الورقة تم تحريرها بواحد ثلاثة، أو عفوا تم خصمها بواحد وثلاثين اتناش، خلينا نقول واحد وثلاثين اتناش، وهي تستحق في واحد ثلاثة كم شهر؟ كم شهر بهالحالة؟ برافو عليكم، برافو عليكم. أحيانا البعض بيخربط بقول ثلاثة شهور، بتطلع واحد ثلاثة، يا لطيف ثلاثة شهور. هاي صارت. إذا برجع، مصاريف الخصم، القيمة الاسمية للورقة ضرب معدل الخصم ضرب المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. بفرض ان المشروع او الشركة خصم الكمبيالي مبلغه 50,000 لدى المصرف التجاري، كان الخصم بواحد اثنين مقابل مصاريف خصم بمعدل 9%. أول شيء هي قيمة الورقة 50,000، المعدل 9%، وتاريخ الاستحقاق للورقة بعد 3 شهور، يعني بواحد خمسة، خلينا نقول 3 أشهر، علما بأن تاريخ سحب الكمبيالي كان في 1/1/2008. أنا بهمني المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. إذا مطبق المعادلة، مصاريف الخصم تساوي القيمة الاسمية للورقة هي 50,000 ضرب معدل الخصم 9% ضرب قديش؟ ضرب 3. ثلاثة أما اثنين أول شيء، لا هو ثلاثة بس، ما يزال هو ثلاثة، لأنه فترة الاستحقاق تاريخ الاستحقاق للورقة بعد 3 شهور. ثلاثة أما اثنين. مين بيقول ثلاثة ومين بيقول اثنين؟ مين بيزيد؟ افتح يا سمسم، برافو يا عريش، ضرب 2 على 12. انا حاولت عم اقول لكم لشوف مدى الانتباه، عريش الوحيده اللي قالت 2، قلت لها 3 مو 2، عريش اصرت على 2. لازم نغلط هلا لحتى نتجنب الخطا في الامتحان. ليش 3؟ ليش 2 مو 3؟ عم يقولوا تاريخ سحب الكمبيالي كان في 1/1/2018 رعيده، نعم. نحن بهمنا المده من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. تاريخ الاستحقاق هو 3 شهور، يعني بواحد خمسة، صح؟ بواحد خمسة.
إذا أول شيء تاريخ تحرير الورقة، عفوا بس لأنسى الشيء اللي كتبته، تاريخ بفرض أن المشروع خصم قيمة الكمبيالي بواحد اثنين، المدة من تاريخ الخصم من واحد اثنين حتى تاريخ استحقاق الورقة 3 شهور. تم تحرير الورقة في واحد واحد يعني لواحد أربعة، صح؟ خلينا نمشي خطوة 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 خطوة. تاريخ تحرير الورقة كان في واحد واحد، استحقاقها بعد 3 شهور، واحد خمسة، نعم بواحد خمسة، من واحد واحد، واحد أربعة يا شباب، واحد أربعة صح؟ مو واحد أربعة صح؟ أوكي. إمتى خصم المصرف التجاري؟ خصمه بواحد اثنين، من واحد اثنين لواحد أربعة كم شهر؟ شهرين. واضح؟ كون المعدل سنوي، المعدل سنوي، معدل الخصم سنوي، إذا لازم أقسم على 12، 2 على 12، كونه معدل الخصم سنوي أنا بدأخذ فقط عن شهرين. لو كان تاريخ التحرير أو تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق سنة، أنا ما بقسم على 12. بكون 12 شهر فقط، ما بقسم على 12. أما كونه عن شهرين من أصل المعدل سنوي، لذلك من المنطقي أن أحسب فقط عن شهرين من أصل 12 شهر. واضحة أم عيدة؟ واضحة أم عيدة؟ هاي التواريخ لازم تنتبهوا لها. رح أرجع عيدة. أول شيء في عنا تاريخ تحرير الورقة، تاريخ التحرير أو سحب الورقة. في عندي هون تاريخ الخصم، وآخر تاريخ هو تاريخ الاستحقاق. بدها تفضل بطارية. بعد اذنكم اوكي، مش الحال، لحقنا حالنا قبل ما يفصل اللابتوب. اوكي، إذا أنا عندي 3 تواريخ، في عندي تاريخ تحرير الورقة أو سحب الورقة، تاريخ خصم الورقة، وتاريخ الاستحقاق. تاريخ الحسم أو تاريخ سحب الورقة هو في واحد واحد، في عندي تاريخ خصم الورقة بواحد اثنين،
وتاريخ الاستحقاق بعد 3 شهور، يعني من 1/1 حتى إذا بنزيدهم 3 شهور يعني حتى 1/4. العمولة عن شهرين يا أريج وليس شهر، من 1/2 حتى 1/4. المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق من 1/2 حتى 1/4 كم شهر؟ من 1/2 حتى 1/4 كم شهر؟ شهرين. 2 شهر فقط، لأنه هي تستحق الورقة في 1/4. هو وفر على الشركة، خصمنا قيمة الورقة قبل شهرين من تاريخ الاستحقاق. واضح؟ إذن المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق من 1/2 حتى 1/4 يعني شهرين. وعلى اعتبار أن معدل العمولة أو معدل الخصم هو سنويا وليس شهريا، سنويا لازم نقسم 2 على 12. انتبهوا للتواريخ، لاحظوا هاي مشان يخربطوكن، حطوكن هالتاريخ بعد 3 شهور علما بأن تاريخ سحب الكمبيالي كان 1/1. انتبهوا لهي، هاي نكشات وممكن تجي. اوكي، يعني الوهلة الاولى ممكن واحد يقول والله وفروا علينا، حطونا دغري المدة هن مشان ما يعذبونا بالحساب. مكتوب 3 شهور دغري، لا لازم ننتبه نكون صحصحين. المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق، ما تستعجل بالإجابة وتكتبوا 3 شهور، لا هو شهرين. بيطلع معنا الجواب بالنهاية $50,000 × 9% × 2 × 12 تساوي 750 ليرة. نحن مجهزين حالنا، نحن ماشيين بحق الألغام، مجهزين حالنا لكل التوقعات، ما هيك؟ ما في شيء صعب علينا، نعرف شلون نختار طريقنا، الطريق الصحيح، ما في شيء أستر علينا إن شاء الله. في حال خصم الورقة عندي خطوتين أو مرحلتين. أول مرحلة هي إرسال الورقة للخصم. شكرا يا بشير، شكرا. أريج 9%، ممكن نكتبها 9% هي 9 على 100، 9% أو 9 على 100، ما في مشكلة، ما في مشكلة. 9% وليس 9، بيختلف الجواب إذا حطينا 9 بدون بالمية، الجواب بيكون خطأ، بيصير الجواب 75,000 أو عفوا بصير 7500، بتوقع هيك رح يطلع. إذا ما حطينا على 100، المهم يعني يا أريج يعني لازم ننتبه له، المهم يكون الجواب صح. أحيانا نحن في التصحيح لما بدنا نصلحه، لما يكون الجواب صح بنقول هاي هفوة، ما كتب بالمية هفوة، كتب 9 ما كتب بالمية، هي هفوة الجواب صحيح. إلا أنه أحيانا الطالب إذا ما كتب بالمية ممكن يضرب بـ9 بدون ما يقسم على 100. واضح؟ اوكي نرجع. اذا اول مرحلة هي مرحلة ارسال الورقة برسم الخصم للتحصيل، راح يكون عنا من حساب بشكل مشابه لأوراق برسم التحصيل، من حساب اوراق القبض برسم الخصم الى حساب اوراق القبض.
يعني حلت اوراق قبض برسم الخصم محل اوراق القبض. اذا بتذكروا القيد الاول لاثبات اوراق القبض كان من حساب اوراق قبض الى المبيعات، اول قيد كان لما ثبتنا اوراق القبض او الى المدينين بغض النظر، المهم هو بالطرف المدين. لما كتبنا الى حساب اوراق القبض كأنه انتهى دور اوراق القبض، صار عندي شيء اسمه اوراق قبض برسم الخصم. من حساب اوراق القبض برسم الخصم الى اوراق القبض، وعند خصم ورقة القبض يصبح الى حساب اوراق قبض برسم الخصم ومن المذكورين. المذكورين هن حساب المصرف ومصاريف الخصم. حسبنا مصاريف الخصم طلعوا 750. اذا طرحنا 750 من 50,000 بيطلع المبلغ المحصل فعلا من قبل الشركة او المدفوع فعلا من قبل المصرف الى الشركة هو 49,250. واضح؟ يعني المصرف اودع قيمة الكمبيالة في حساب الشركة لديه، صار في حساب الشركة مشي حاله. اي سؤال لهون شباب صبايا؟ هلا تظهير ورقة القبض. معنى التظهير في عنا آلاء، أمل، بشير. أمل هي التاجر، آلاء هي المورد، بشير هو الزبون. بشير اشترى بضاعة من أمل 50,000، أعطاها حق البضاعة بورقة قبض، حرر ورقة قبض. إذا أمل حصلت من بشير لقاء بيع البضاعة على الحساب، حصلت منه على ورقة قبض. أمل بدها تشتري بضاعة من آلاء، راحت لعند آلاء ورقة القبض بجيبها، اشترت من آلاء بضاعة ب50,000. اجت آلاء بدها تسجل قيمة البضاعة على الحساب، لا تتحول إلى ورقة دفع. خلينا ننتبه بس شوية مهند. أمل تذكر في بجيبتها ورقة قبض، قامت قالت لآلاء يا آلاء لا تسجلي البضاعة قيمة البضاعة على الحساب، أنا رح أعطيكي ورقة قبض. طلعت فيها آلاء قالت لها هي محررة باسمك يا أمل، أنا ما فيني أقبضها. قالت لها مظبوط، أنا رح أكتب لك على ظهر الورقة وعني لأمر آلاء، اسمه تظهير ورقة القبض. رح تتم هي ورقة قبض، هي لأنه بالأساس ورقة قبض. ورقة الدفع بتختلف عن ورقة القبض المظهرة. ورقة القبض المظهرة أو ورقة عن ورقة قبض مظهرة، نعم، ورقة القبض المظهرة هي عبارة عن علاقة بين ثلاث أشخاص أساسيين. بشير حرر ورقة قبض لصالح أمل، قامت أمل حررتها لآلاء، بتم اسمها ورقة قبض. أما ورقة الدفع لما أمل تحرر ورقة بنفسها لصالح آلاء، علاقة بينه وبين آلاء. هلا رح تصير ورقة القبض المظهرة، صارت آلاء بدها تحصل قيمة الورقة من بشير بتاريخ الاستحقاق. أمل طلعت برانية، تمام؟
إذا في حال عند بفرض أن أحد المنشآت قامت ببيع بضاعة مقابل ورقة قبض بقيمة 50,000، بتثبت عملية البيع من حساب أوراق قبض إلى حساب مبيعات. إذا إثبات البيع بورقة قبض أو إثبات أوراق القبض، وقد تم تجهير هذه الورقة لأحد الموردين مقابل شراء بضاعة الحساب بقيمة 50,000. إذا بنثبت عملية الشراء على الحساب أولا من حساب المشتريات إلى الموردين، ومن ثم نثبت عملية تجهير ورقة القبض من حساب موردين إلى أوراق القبض. واضح؟ هاي عملية التجهير. إذا من الموردين أو الدائنين إلى حساب أوراق القبض، هاي اسمها تجهير ورقة القبض. إذا من حساب أوراق القبض، تطرقنا لعملية حسم أوراق القبض. الحالة يلي بعدها، طلب المدين سداد قيمة ورقة قبض مبكرا. هلا الحالة عكسية، هلا مو التاجر او مو الدائن هو مستعجل على ورقة قبض، المدين هو بده يسددها قبل موعد الاستحقاق. ليش بده يسددها يا حذركم؟ مشان يستفيد من حسن، لانه اذا سدد قيمة الورقة قبل تاريخ استحقاقها، مثل واحد سحب ضاعة الحساب ذكرناه واتفقوا واتفق مع التاجر انه يسدد بعد 3 شهور، قام قال له التاجر في حال سددت لي خلال شهرين بعطيك حسم. اذا هون اذا سدد المدين او الزبون قيمة الورقة قبل تاريخ الاستحقاق يحصل على حسم. اذا على فرض ان المشروع المدين، يخلينا نقول الزبون، طلب سداد الكمبيال المستحقة عليه نقدا قبل شهرين من تاريخ استحقاقه مقابل الحصول على خصم بنسبة 5%، الزبون هو طلب الخصم وقد وافق المشروع الدائن على ذلك، بنثبت عملية تسديد ورقة قبض مقابل تخلي عن جزء من قيمتها. حساب أوراق القبض، أوراق قبض هي 50,000 من حساب النقدية ومن حساب الحسم المسموح به، هذا حصل عليه الزبون. 5% يعني 417 مبلغ المتبقي هو المسدد فعلا من حساب النقدية 49,583، ومن الحسم المسموح به 417. طيب في حال امتناع المدين عن سداد قيمة الورقة بتاريخ الاستحقاق، اجا وقت قام هالزبون عند وقال والله انا ما معي سدد. هون القضاء هو الفيصل، رح يصير في دعوة قضائية ومصاريف الدعوة القضائية رح تتسجل ذمة على هذا الزبون. مثلا رفضت محلات الغوطة اللي هي كانت الزبون سداد الكمبيال المسحوبة عليها بواسطة المشروع والتي بلغت قيمتها 50,000، اجا اجل الاستحقاق ما سددت. تاريخ الاستحقاق كان ب5/4 وقد تم اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بواسطة حامل كمبيال في ذلك التاريخ وتحمل المصاريف القضائية التي بلغت 200 ليرة يا بلاش 200 ليرة.
اوكي نحن قلنا اما بتكون الورقة مرسلة الى المصرف او لساتها موجودة عند الشركة. لذلك مدة الاحتفاظ بالورقة حتى تاريخ الاستحقاق او حالة الاحتفاظ بالورقة لدى الشركة نفسها. رح نرجع نثبت مديونية او المبلغ المدين مبلغ الورقة المين على الزبون مضافا اليها قيمة المصاريف القبض من حيث المدينين الى المذكورين اوراق القبض 50,200 ليرة مصاريف القضائية. رجعنا ثبتنا الدين على المدينين صار عليهم مترتب 50,200 قيمة الورقة 50,200 ليرة مصاريف قضائية. اما في حال كنا نحن عم نحصل عن طريق المف التجاري وإجانا إشعار من المصرف التجاري إنه الزبون ما سدد، لذلك بنفس الطريقة من المدينين إلى المذكورين، هون لما أرسلناها بالمصرف صار اسمها أوراق برسم التحصيل، أوراق برسم التحصيل، وحساب المصاريف طبعا 200 ليرة أيضا مصاريف قضائية، من المدينين إلى أوراق برسم التحصيل. في عنا مصاريف قضائية 200 ليرة. طبعا رح نسددهم على المين. تجديد أوراق القبض. بعد ما ثبتنا هالمصاريف على الزبون اجى الزبون وقال خلص نحن رح نتفق نحن وياكم وانا رح اعطوني مهلة جديدة وانا رح سدد قيمة الورقة. اذا عندما توقف المدين عن سداد قيمة الورقة بتاريخ الاستحقاق عنا احتمالين. اول شيء تم الاتفاق مع المسحوب عليه اي الزبون على سحب ورقة تجارية جديدة. اثنين التأكد من عدم قدرته على سداد الدين وبالتالي اتخاذ الدين اعتباره دين معدوم. اذا بين الزبون وقال خلص انا بدي سدد مثل هالمثال تم الاتفاق في 5/4 مع محلات الغوطة على تأجيل سداد المستحق عم نحل القضية بطريقة سلمية. اجلوا الاستحقاق الورقة لمدة شهرين بس كونه تأخر عن التسديد رح يترتب عليه فوائد. شو كيف ترتب عليه فوائد؟ فوائد تجديد قدرها 9% من قيمة الورقة وسحب كمبيالة شديدة بإجمال المبلغ المستحق. فوائد التجديد هي 9% سنويا. الاستحقاق تم تمديده لشهرين. 50,000 ضرب 9% ضرب 2 على 12 750. اذا صار عندي 750 وفي عندي 200 ليرة السابقة يلي هي المصاريف القضائية. صار اجمالي المبلغ المستحق 50,200 و750. صار الزبون لازم يدفع 50,950. نحن 200 ليرة مثبتينا بقيد سابق مصاريف. اذا اصبح هلأ 50,950 هو المبلغ الإجمالي من حساب أوراق القبض إلى المدينين 50,950 وهو المبلغ الإجمالي. طبعا بعد إثبات 750 الجديدة من حساب مدينين إلى فوائد التجديد 750. واضح؟ أوراق الدفع بشكل مشابه لأوراق القبض بشكل مشابه تماما، إلا أن أوراق الدفع هي العلاقة ما بين
التاجر والمورد أو الدائني. مثال راح استعرضها بشكل سريع كونه نحن الحالات اللي غطيناها بأوراق القبض، ونفس احتمالات التصرف راح تكون بين نفس أوراق القبض تقريبا، بين أوراق الدفع وأوراق القبض. اشترط محلات البيادر، هون التاجر هو محلات البيادر، بضاعة من محلات الحمص بمبلغ 60,000 ب1/1/2018. انتبهوا، وفي نفس التاريخ، وفي نفس التاريخ قبلت محلات البيادر. يعني نحن قلنا في حال كان في فاصل بين التاريخين، اول شيء بنثبت عملية البيع على الحساب، ومن ثم هي في حال كان اوراق قبض، ومن ثم نثبت عملية تسديد باوراق القبض. اذا نحن هون بنفس اليوم الى حساب، من حساب المشتريات الى اوراق الدفع، انه بنفس التاريخ. اذا في نفس التاريخ قبلت محلات البيادر كمبيالي لامر محلات الحمصي، محلات الحمصية المورد تستحق السداد بعد شهرين، وقد قامت محلات الحمصي بسداد المستحق لمحلات البيادر بتاريخ الاستحقاق. اول شيء نثبت عملية التسديد بورقة الدفع من حساب المشتريات الى اوراق الدفع، وبتاريخ التسديد من حساب اوراق الدفع الى حساب النقدية، تم التسديد نقدا. بشكل مشابه في حال امتناع المدين عن السداد، يعاد اثبات نفس الحالات تماما، يعاد اثبات دائنية الدائن ومديونية المدين من حساب اوراق الدفع الى حساب الدائنون، رح استعرض بشكل سريع. ونفس الحالات التي تتعلق بالمصاريف القضائية وفوائد التجديد. ما طول، وعدكم ست ارباع الساعة تقريبا 45 دقيقة، اضطرينا يعني ردينا على بعض الأسئلة. نرتاح ربع ساعة ونرجع على المحاضرة. أما تبنا في عنا حل تمارين تدريبية، بتحبوا إذا بتحبوا بنخليها لوقت آخر إذا تبتوا. صفينا فقط محاضرتين، محاضرتين ننهي المقرر. اوكي طيب، اوكي خلص بنأجل المحاضرة لموعد لاحق. اوكي طيب خلص اوكي. انا بمشي مع الشيء اللي بيريحكم. نحن لسنا سباق انه بدنا نخلص المحاضرات بالسرعة الممكنة. ممكن بدي اخلصهم بالسرعة الممكنة، الا انه بهمني كمان الشيء الاساسي انه المحاضرات نحسن نستوعبها بالكامل. انا ما بهمني حشو معلومات، يل ما بصير اليوم بصير بكرة، يل ما بصير بكرة بصير بعد بكرة وهكذا. نحن بهمنا انه طلابنا يطلع من محاضرة فهمانين كل الافكار بالمحاضرة. اذا رح نوقف هون، ما رح نكمل، ما رح نعطي محاضرة تانية كون الشباب والصبايا تعبوا. صدقا راح اشتاق لكم يا صبايا يا شباب، صدقا يعني. صفي محاضرتين راح نختم المحاضرات، بس بتمنى انه التقي معكم محاضرات او بمقررات اخرى. انتم فعلا كنتوا مجموعة مميزة، كنت سعيد كتير معكم بالمحاضرات من خلال تفاعلكم المحاضرات. ان شاء الله رح يكون لنا لقاء بمحاسبة 2، انا بدرس محاسبة 2. نعم ان شاء الله رح يكون لنا لقاء بمحاسبة 2، اتمنى الكل يكونوا معي بمحاسبة 2. بهالمقرر ما بدي اشوف حدا، اكيد ما بتمنى اشوف حدا، ولا رح، واكيد ما رح اشوف حدا، انا متأكد لا رح التقي مع حدا بمقرر بهالمقرر هاد محاسبة 1.
انا متأكد منكم تماما، انا متفائل رح تكون علاماتكم جدا عالية، خصوصا المجموعة اللي عم تتابع معنا كل محاضرة بمحاضرتها. هذا شرف إلي يا بشير، شرف إلي التقي فيكم بمقررات تانية. أوكي رح نوه لنقطة كونه معنا وقت ما في محاضرة تانية، بس رح نوه لنقطة. أنا هلأ بالمحاضرات من خلال سلايدات المحاضرات في بعض الأفكار الإضافية، صراحة اضطريت حط هالأفكار الإضافية يلي هي طبعا أفكار إضافية فيكم تميزوها، هذا كل ما مأخوذ من مثل هاي الفكرة، هي ليست مأخوذ من محتوى العلمي، هي فكرة إضافية. ارتأيت انه الطريقة المعروضة من اجل تجيير ورقة القبض هي فقط بقيد واحد من حساب الدائنون الى اوراق القبض. لازم نشرح العملية بالكامل كيف تم اثبات ورقة قبض من ثم تجييرها، لذلك هاي اللي كلها الخلفية الزرقاء هاي افكار اضافية. ممكن تلاقوا كتير افكار اضافية هي فقط لتبسيط. انا لو انا منسق المادة كنت بقولكم السلايدات كافية، الا انه مثل ما بتعرفوا في كذا دكتور المادة وفي منسق المادة، لذلك المحتوى العلمي هو الاساس. اوكي بي دي اف الموجود بي تمام، هن نفسهم يلعم استعرضهم من خلال المحاضرة. اوكي اذا نحن هون تهي المقار بالكامل، اخر محاضرتين من لحل تمارين شاملة عن المقرر والرد على استفساراتكم. هلا كل فصول مقرر انتهينا منه والحمد لله، بتمنى انه يكون ما كان في اي صعوبة باي فصل من هذه الفصول. اتمنى بكل الاحوال اي سؤال اي شيء غير واضح لسه عندنا محاضرتين، رح يكون لنا لقاء معكم بهالمحاضرتين. جهزوا حالكم، جهزوا اسئلتكم، انا رح كون جاهز للرد على اي استفسار. وهون تنتهي محاضرة اليوم، يعطيكم الف عافية، تصبحوا على خير.